تابع ايضا السفير بسام رضي المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه في بيانه بعض التفاصيل الخاصه بهذه القمه، وقال انه الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين يبحثان غدا سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجيه ما بين البلدين، واللي تاكدت بالاتفاقيه الشامله للتعاون الاستراتيجي الموقعه في اكتوبر 2018. اشار السفير بسام رضي الى ان العلاقات بين البلدين في افضل حالتها، واضاف انه العلاقات المصريه الروسيه متشعبه في مجالات اقتصاديه وامنيه والكثير كذلك من المجالات الأخرى، وروسيا تمتلك الكثير من المشروعات في مصر من بينها مشروعات خاصة بالمجال الصناعي، مشروعات خاصة أيضا بالمجال التجاري. وأوضح كذلك السفير بسام راضي أن المباحثات ما بين الرئيسين السيسي وبوتين ستركز على الاستثمارات الروسية في مجال البنية التحتية الإفريقية ورؤية مصر تجاه قضايا التنمية الإفريقية والتعاون الأمني ومكافحة الإرهاب في ضوء التطورات الحالية في منطقة الشرق الأوسط وما تشهده طبعا المنطقة من تحديات كثيرة. وكذلك هيكون في مباحثات ما بين الزعيمين حول تطورات الأحداث الخاصة بالسياحة واستئناف الرحلات الروسية للمناطق السياحية المصرية بالإضافة لتطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط. ذكر البيان أيضا أنه روسيا تشارك مصر القلق إزاء التهديدات الإرهابية وتتعاون مع مصر في المجال الأمني من خلال تبادل المعلومات والتعاون العسكري لمواجهة تلك التهديدات. ده كان بيان السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية عن قمة السيسي بوتين اللي بتركز على تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات مختلفة، المشاركة عميقة وقوية، المشاركة تحمل الكثير من الآمال الخاصة بنتائج تنعكس ليس فقط على مصر ولكن على البلاد الإفريقية بالكامل. القمة الروسية الإفريقية سوتشي يعني تحدثنا عنها سريعا في سطور، وأيضا من خلال بيان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية حول وصول السيد الرئيس وحول أهم ما سيأتي في هذه القمة، وأكيد في حديث أكبر وأوسع في الحوار الأول في حلقتنا النهارده.